السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المشاهدين، اليوم معنا المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. سنتعلم في هذا المقطع أولا تعريف الظرف وكذلك أقسامه وحكمه، وما هو العامل في الظرف وكذلك أحوال هذا العامل، وكذلك نتعلم ما هي الأشياء التي تنوب عن الظرف. فابقوا معنا. أول ما نبدأ به إخواني المشاهدين هو كلمة الظرف. لماذا سمي المفعول فيه ظرفا؟ الظرف هو الوعاء، وهو ما توضع فيه الأشياء، ومنه سميت أو سمي الغلاف الذي توضع فيه الرسالة بالظرف. طيب، وكذلك في هذا المبحث سمي المفعول فيه ظرفا لأنه الوعاء الذي تقع فيه الأفعال. كأن تقول مثلا ذاكرت، هذا فعل، تقول ليلا مثلا، فليلا كأنك تقول ذاكرت في هذا الزمان، أو تقول مثلا جلست وسط الدار، وسط الدار أو وسط الساحة، فهنا كذلك كأنك تقول وقع مني هذا الفعل في هذا المكان وهو وسط الدار، فهو بمعنى الظرفية. لذلك قالوا بتضمين معنى يتضمن معنى في التي تدل على الظرفية، وهذا شرط فيه أن يكون يتضمن معنى في. ولهذا ابن مالك ماذا قال؟ قال الظرف وقت أو مكان ضمن في، يعني هذا المعنى معنى في، باضطراد، كهو نمكث أزمنا. ثم أعطاك مثالا فقال أمكث، هذا الفعل، هنا يعني في هذا المكان، أزمنا يعني في هذا الزمان. طيب، لكن ابن مالك ماذا اشترط؟ قال باضطراد، يعني ليس تضمنا عارضا وإنما يتضمنه هذا المعنى وهو في باضطراد. وهذا الشرط رده ابن عقيل، قال لا نحتاج إليه ما دام أننا نشترط أن يكون بمعنى في. ولهذا عرفه غيره من أهل العلم، يعني غير ابن مالك، ماذا قالوا؟ قالوا الظرف هو اسم يدل أو اسم منصوب على تقدير في، يعني بتقدير هذا المعنى وهو الذي يدل على الظرفية. قال يدل على زمان أو مكان وقع الفعل فيه. ثم قال رحمه الله فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. ذكر في هذا البيت ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي الحكم، ما هو حكم الظرف؟ والمسألة الثانية العامل، والمسألة الثالثة ذكر أحوال العامل. أحوال العامل، أما الحكم فقد عبر عنه بقوله فانصبه، يعني نقول أن الظرف حكمه ماذا؟ النصب، هذا هو حكم الظرف، ينصب. تقول كما قلنا قبل قليل ذكرت ليلا، فليلا منصوب، ظرف زمان منصوب، أو مثلا وسط، وسط، ظرف مكان منصوب. ثم قال بالواقع فيه، هذا الحكم الثاني، يعني ما الذي نصبه؟ نصبه هو ذلك الفعل الذي وقع فيه. فمثلا لما قلت ذاكرت، الفعل ذاكرت هذا هو الذي نصب المفعول فيه أو الظرف، فإذا هذا هو العامل. لذلك قال فانصبه بالواقع فيه. ثم قال مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. السؤال الآن ما هي أحوال العامل؟ قلنا العامل له حالتان، أن يكون، هذه الحالة الأولى، أن يكون ظاهرا، والحالة الثانية أن يكون مقدرا. الظاهر كما مثلنا، تقول ذاكرت هذا الفعل ليلا، ليلا ظرف منصوب، عامله ظاهر يعني له صورة في اللفظ. المقدر هو الذي ليس بظاهر، ليس له صورة في اللفظ، وهذا التقدير أو الحذف إما أن يكون جوازا، يعني يحذف جوازا، وإما أن يكون وجوبا. الحذف إذا يكون جوازا إذا كان الظرف وقع في جملة هي جواب عن سؤال، كأن تقول مثلا لمن سألك متى ذكرت، تقول ليلا، ليلا ظرف منصوب، أين عامله؟ محذوف جوازا لأن السؤال دل عليه. الحالة الثانية أن يكون الحذف وجوبا، يعني أن يحذف العامل وجوبا، وذلك في صورتين نذكرهما الآن. يحذف وجوبا
كذلك في صورتين أو في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الظرف متعلق بنعت هو في الحقيقة كون عام، مثاله نقول مررت برجل عندك. عندك ظرف منصوب، أين الناصب له؟ محذوف وجوبا لأنه كون عام، تقديره استقر مثلا، فهذا استقر. هذه الجملة تعرب نعت لأنه كما تعلم الجمل بعد النكرات نعوت، فالنعت هنا محذوف وجوبا لأنه كون عام. وكذلك بعد معرفة، كان تقول مررت بزيد عندك، فهنا الجمل بعد الزيد بعد المعارف تعرب أحوال، فإذا هنا الظرف متعلق بمحذوف حال وجوبا تقديره استقر. كذلك في الصلة، صلة الموصول، كان تقول مثلا أكرمت الذي عندك، يعني استقر عندك. فإذا العامل في هذه الصور الثلاث محذوف وجوبا لأنه كون عام لا يجوز ذكره، لأنه يفهم من غير أن يذكر. الحالة الثانية التي يحذف فيها العامل وجوبا الاشتغال، وسيأتي معنا باب الاشتغال. كأن تقول يوم الجمعة، يوم الجمعة سافرت فيه، سافرت فيه. فيوم الجمعة هذا منصوب بعامل محذوف وجوبا يفسره ما بعده، لكنه محذوف كما قلنا وجوبا، وهذه هي الصورة الثانية التي يحذف فيها العامل وجوبا. ذكرنا في تقدير العامل أخي المشاهد إذا كان محذوف وجوبا كلمة استقر، وهذه في الحقيقة هي جملة لأنها تتكون من فعل وفاعل مستتر تقديره هو. هذا العامل الذي هو صفة، كأن تقول رجل عندك، أو مثلا زيد عندك بالنسبة للحال، أو مثلا صلة موصول كأن تقول الذي عندك، في الأحوال الثلاثة يجوز لك أن تقدر العامل استقر على أنه جملة. ويجوز لك في النعت والحال فقط دون الصلة أن تقدره مستقر، مستقر عندك، لأن مستقر هنا يصير الكلام ليس جملة لأنه ليس فيه مسند ومسند إليه. لكن بالنسبة للصلة لا يجوز لك أن تقدر مستقر لأنها يجب أن يكون بعدها جملة، فليس لك إلا أن تقدره استقر.